حذرت منظمة أنقذوا الأطفال من أن نحو مليون نسمة في منطقة العاصمة اللبنانية بيروت أو نسمة لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام. أكثر من نصف هؤلاء مشاهدين هم من الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة الاقتصادية المتمادية في البلاد. وقالت المنظمة إنها ستبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعاً قبل حلول نهاية العام الحالي. وأضافت أن الأزمة تضرب الجميع، العائلة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء. ودفع الاقتصاد اللبناني المنهار وفق التقرير نفسه أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع. وأوضحت المنظمة أن عائلات هؤلاء غير قادرة على تأمين حاجاتهم الأساسية من طعام وكهرباء ووقود ومستلزمات صحية ومياه. Thank you.